دوت نستأنف حالاتكم لبيت العرب. بالله وعلى بركة الله تمضي طلائع الخريجات بخطوات ثابتة والأمان على وصل تخرجهم. من نوع بلوك عيار 9 ملي، شاهدون الآن أمام سعادتكم مما يدل على إجادتهن مهارة التعامل مع السلاح. أن أكون مخلصة لله في غير معصية الله، في غير معصية الله، والله على ما أقول شهيد. عائشة بنت